طيب خلينا نكمل اخبار المنتخب على السوشيال ميديا تحديدا ونشوف يلا كوره. حسابهم الرسمي قالوا ان مصر تحقق اول فوز على السنغال منذ 16 عاما. احنا فاكرين طبعا اخر فوز لينا على السنغال كان امتى؟ كان في 2006 بالهدف الشهير بتاع عمرو زكي من اسيست لابوتريكا في المباراه اللي خرج فيها ميدو زعلان، فده كان اخر فوز لينا من 16 سنه على السنغال، وما قابلناهمش من ساعتها غير في نهائي افريقيا اللي فات يعني تحديدا يعني. وخسرنا ضربات جزاء وتقابلنا صح تقابلنا في التصفيات مع كابتن شوقي غريب، خسرنا ذهاب واياب يعني للاسف ساعتها كانت تصفيات الامم الافريقيه. طيب خلينا كمان نروح لحساب نادي ليفربول على تويتر، يعني هنوا الملك المصري محمد صلاح بمناسبه مساهمته في هدف الفوز على السنغال في مباراه الذهاب بالامس. ان شاء الله يهنوه تاني في مباراه الاياب باذن الله واحد احد، يقدر محمد صلاح انه يهدف هناك او على اقل تقدير نخرج تعادل، اي نتيجه، اي نتيجه تودينا قطر، مش عايزين حاجه تاني. طيب خلينا كمان ناخد خبر اخر ولسه مع يلا كوره والقواعد اللي بتتعلق بمباراه الاياب بين مصر والسنغال، وهي هي يا جماعه بالمناسبه القواعد يعني اللي احنا عارفينها اللي احنا حافظينها متعودين عليها، ان انت دلوقتي كسبت 1-0 على ملعبك، فبالتالي انت لما تروح هناك لو خسرت 1-0 في اوقات اضافيه، لو فضلت بالتعادل اللي هو بنتيجه 1-0 للسنغال يعني، فبالتالي هيبقى في ضربات جزاء اللي هي نفس نتيجه القاهره، لكن انت لو جبت جون فبالتالي الوضع كده يتغير، مفيش اكسترا تايم خلاص. لو تعادلت 1-1 انت متاهل، لو خسرت 2-1 انت متاهل، لو خسرت 3-1 لا قدر الله السنغال هي اللي تتاهل، كسبت طبعا اي فوز ياهلك، اتعادلت اي تعادل ياهلك، خسرت بفرق جون في حاله تسجيلك ده ياهلك، فكلها اللوائح معروفه يعني مش جديده، على عكس اوروبا القاره الاوروبيه عندهم لوائح جديده تتعلق ان مفيش هدف بره الارض يتحسب بهدفين والكلام ده لغوه شويه، واعتقد احنا لاحقا يعني في القاره الافريقيه هيلغوا الموضوع ده، الله اعلم هنشوف ايه اللي هيحصل. حساب جول على تويتر قالوا الكشف على او عن نفاذ تذاكر مباراه الاياب بين مصر والسنغال في التصفيات المؤهله لكاس العالم، وخلاص طبعا الجمهور السنغالي زي الجمهور المصري اللي عمل يعني مباراه كبيره امبارح واللي كان ليه دور كبير قوي امبارح في الملعب بصراحه، بالتحديد في اول يعني 3-4 دقائق اللي جبنا فيهم الجون، كان في دقيقه 3 وشويه، كان على غرار مباراه الجزائر في 2009 تصفيات كاس العالم برضو اللي كسبناها هنا بس ما فوقناش في السودان، فبالتالي اكيد جمهور السنغالي هيبقى عليه دور كبير جدا وبرضو هيكونوا متواجدين بكثافه، فبالتالي طبعا الجزائر التذاكر خلصت رسميا وهيبقى الحضور كبير، وبالمناسبه الملعب جيد وجديد فده عامل مهم جدا بالنسبه لنا، الملعب مش ارضيته وحشه فان شاء الله باذن الله نقدر نلعب بالشكل الطبيعي بتاعنا عليه. الوطن سبورت بيتكلموا على ان مصطفى غربال حكم مباراه مصر والسنغال في لقاء العوده، عمره 36 عام ومن حكام الصفه في افريقيا بصراحه، والراجل حكم مميز لو تفتكروا، طبعا مش لو تفتكروا اكيد عارفين يعني مصطفى غربال كان حكم مباراه القاضيه ممكن ونهائي القرن الاهلي والزمالك 2020 اللي فزنا بيه باللقب العاشر. طيب الوطن سبورت لسه معاهم وبيتكلموا على ان كيروش يفاضل بين علاء وفتحي، تمام، في تشكيل مصر امام السنغال بدكار، فتحي مين؟ حمدي فتحي يعني يرجع ورا؟ مش عارف ممكن يكون قصدهم كده، في الحاله دي يبقى هيلعب 3 ورا، وانا يعني استبعد دي ان كيروش يعملها، انا اتمناها بالمناسبه، لكن كيروش مش من النوع اللي هو كل شويه يغير طريقه اللعب او اسلوب اللعب او كام ده، هو بيلعب 4-3-3، صعب انه يلعب 3-4-3 رغم ان هي ممكن تكون ايجابيه بالنسبه لنا في مباراه الاياب، لكن هو ادرى، كل الدعم وكل التوفيق ليه وكل المسانده لمدرب كبير جدا زي مستر كارلوس.